متشكرين متشكرين. يا استاذ محمود، عن نفسي وعن جميع ابهات بنات نجع ابو حماد والسوالمة ودير الطين، نختم ونبصم بالعشرة ونشهد لك بالأمانة والاستجامة والدب والأدب. البلد كلتها زعلانة لفراقك، لكن فرحانة لترقيتك. ربنا يعلي مرتبك ونشوفك وزير زين تزي الكرسي الوزارة. يا جماعة متشكر قوي، وبإذن الله أكون في القاهرة ابن نجع أبو حماد البار، وأكون عند حسن ظنكم بي. متشكرين قوي. يلا يا محمود، ميعاد القطر قرب. يلا بينا. أشوف وشك بخير يا ابو. ربنا يوفقك يا ابني وينور طريقك ويجعل لك في كل خطوة سلامة. أشوف وشك بخير يا ابو. يا رب يا ابني يجعل في وشك جهر وفي لسانك سكرة ويحبب في خلقه يا ابني يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا محمود. مش الجو يا عم. مع السلامة. سلامة. أشوف وشكم خير يا عم. أشوف وشكم خير يا عم. مع ألف سلامة. سلامة أخوانا، متشكرين جود. مع السلامة. جود جود جود. مع السلامة. مع السلامة. الحمد لله اني لحقتك. انت فين من الصبح يا فاطمه؟ كنت بجيب لك المصحف، خلي معاك يحفظك ويسونك. متشكر يا فاطمه متشكر. اشوف وشك بخير يا فاطمه. مع السلامه. الله يسلمك. يلا استنى. مع السلامه يا محمود. مع السلامه يا ابني. بتعيطي ليه يا ام محمود؟ الفرقة مر يا ابو محمود. كلها شهرين ثلاثة وجينا في اجازة نص السنة، وبعديها تيجي الاجازة الكبيرة ويرجع علينا بالسلامة. ربنا يقرب البعيد يا رب. محمود. ابو حنفي. سلامات يا طلع. الحمد لله على السلامة ابو حنفي. الله يسلمك يا طلع. قول لي كيف حال البلد واهل البلد؟ كلهم بخير. المهم لقيت لي سكن. سكن؟ انسى انسى انسى. طب امال هقعد فين؟ هتقعد عندي مؤقتا على بال ما نشوف. يلا بينا. يلا. العربية لأبها دي غالي. طب أعمل إيه؟ إذا كنت أنا نفسي أمها. إلا إيه أخبار الرواية اللي بعتها لكم؟ حلوة، هيرجعوها لك. ليه؟ ضعيفة، أسلوبها ركيب. مين اللي قال كده؟ مدير التحرير. وده يعني كلمته حكم. طبعًا. طب قابلني بيه. يناقشني. بكرة إن شاء الله. وليه ما كنتش دلوقتي؟ مش لما تروح البيت تستريح؟ قابلني بيه، مش هستريح إلا لما أشوفه. أمر لله يا مناكف. اتفضل. صباح الخير. اهلا استاذ محمود عبد الستار، مؤلف. اهلا اهلا باديب الصعيد. اتفضل. انا قريت القصه. اهنيك يا استاذ محمود. ايه في ايه؟ لا بس الاخ طلعت قال لي انها ضعيفه وركيكه وما اعرفش ايه. لا انا ما قلتش ما اعرفش ايه دي. الاخ طلعت طول عمره بتاع مقالب، القصه قويه والاسلوب ممتع. لكن قول لي، الحب اللي بتتكلم عنه في روايتك مش بعيد شويه عن واقعنا؟ مش فاهم. عندك الفصل الثالث مثلا. كان يرى فيها كل النساء. لقد قال لي مره على حد تعبيره انني ارى فيك طهاره ابنتي وشقاوه ابني وروعه امي، وأرى فيك المرأة التي لم أكن قد قابلتها بعد.
وعمرك ما هتقابلها بقى. والله يا استاذ محمود انا خايف ان الناس ما تصدقش الكلام اللي بتقوله ده. الحقيقه انا مؤمن بكل كلمه كتبتها. انا مؤمن ان جوانا العواطف والمشاعر دي، بس احنا اللي بنسيبها وبندور على حاجات تانية. على كل حال انا من ناحيتي ما عندناش مانع ان احنا ننشر القصه، ولو اني خايف ان الجمهور ما يستقبلهاش كويس، لانها في نظري بعيده عن الواقع اللي احنا عايشين فيه. دي بعض اقتراحات لجنة النصوص، تقدر تاخدها وتدرسها وتعمل التعديلات اللي تخدم الموضوع، بس المهم تجيبها لنا بسرعة. متشكرين يا فندم. ربنا يوفقك يا استاذ محمود. شكرا جدا. مع السلامة. مع السلامة. اديني بروفة الصفحة الأولى. ايش 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 ايه يا ابني الفانتازة اللي انت فيها دي كلها؟ يخرب بطنك، ايه ده كله؟ انا عايش بمزاجي يا محمود. طبعا زي ما انت عارف الحاج ربنا افتكره فبعت كل حاجه، وزي ما انت شايف عايش بالطول وبالعرض. عيش للدنيا كما عشتها، فليس بعد العيش عيشه فعيش انت يا معيوش. وده مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ده صديقي وصاحبي ابو الهلاس المتهور. هات يا سيدي. ودي كم مطرح دي؟ كل دي واوضه نوم واحده. اوضه نوم واحده بس؟ انا يلزمني ايه غير اوضه النوم؟ وريني بقى، وريني خيرات ام محمود. يا عيني لسه بتعمل كلاكيع برضه. الا زي الحاج عالي العال والحمد لله. والحاجه بخير والحمد لله. اخبار فاطمه ايه؟ فاطمه راحت على اداب اسيوط. لا حول الله يا رب. ليه فاطمه خدوها في الاداب؟ يا جدع انت انتسبت لاداب اسيوط؟ فتح مخك معايا. روق. والله برافو. البت دي ربنا اكرمها بيكم بعد ابوها وامها ما ماتوا. الله يرحمهم، كانوا اعز حبايبنا. ما تتجوزها يا محمود، حلوه ومتعلمه وتربيه ايديكم. ما انت عارف اني ما بفكرش في الجواز دلوقتي. خد ازلط دي. لا كل انت، انا شبعان. انا اشبع من اي حاجه في الدنيا الا فراخ امك يا محمود. عزيزي محمود، خرجت وكنت نائم، لا تقلق سأعود حالا. طلعت يا اخويا. خرج من بدري يا مدموزيل معملان. وراح على فين؟ خرج ازاي ده؟ مديني ميعاد واكد عليا انه جاي. ايوه بس حضرتك تبقي مين؟ انا شوشو خطيبته. اخ اني اسف، معلش ما عنديش خبر. بقى كده؟ ايوه بس ما دام فيه ميعاد يبقى لازم حتما هيجري الوقت. وانت تطلع مين؟ اني محمود الشغال الجديد. شغال؟ الله يسامحك. اني محمود عبد الستار، مدرس لغه عربيه وصديق للاخ طلعت الروح بالروح. يعني ما شفتكش قبل كده. اني اصل لسه واصل امبارح من الصعيد. ايه ده؟ ده ال كان عندكم حفله ولا ايه؟ ده اللي فاضل من العشاء. اياه فطير مشلتت؟ اتفضلي اتفضلي، دي عمايل امي. لا ما اقدرش، انا عامله رجيم. ياه انا اتاخرت قوي. لما يجي يقول له شوشو مخصمك للابد، مخصمك على طول. لا لحظه بس، ما اقدرش ما اقدرش. باي باي. طب ليه بس كده؟ ما الغايب حجته معاه. الله يخيبك يا طلعت، دي الفصل تعمله مع الغلبانه خطيبتك. الو طلعت موجود؟ خرج ازاي؟ ده كان موعدني اكلمه الساعه 11. انا فيفي خطيبته. خطيبته؟ طب امال. طيب حاضر حاضر حاضر.
يخرب حالك. اتنين. هاي. تعالى هنا. ايه؟ انت خاطب كام واحدة؟ ولا واحدة؟ أمال شوشو دي تبقى ايه؟ شوشو. دي خطيبتي. طب وفيفي؟ لا فيفي بقى خطيبتي برضه. خطب اتنين؟ يخرب مطنك. لا 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 محمود، اوعى تكون فاهمني غلط. انا مش من النوع اللي لا سمح الله امشي مع البنات كده ولا كده، لا انا اخطب ازمت معايا اتجوز لغايه ما احس بالاستقرار اطلق. طب وطلق ليه؟ عشان اخطب تاني. الله، ما تتعلم بقى يا محمود. اسمع يا طلق، انا الحال ده ما ينفعنيش، انا ماليش قعد معاك هنا، ومن بكره هدور على سكن تاني. ومين وحياتك وانا ببرم على رجلي. المهم لقيت حاجه؟ ونعم الحاجه، اوضه مفروشه، قليصه، انما اخر لبس. مع عيله؟ انت بطولك، مفيش غير انت والست صاحبه الشقه، لا عيل ولا زيطه. المهم تكون كويسه ونظيفه. هديك هتشوفها بنفسك، كويسه ونظيفه وحلوه. اي والله حلوه قوي. ايه اتفضل يا بيه. أفندم. ازيك يا استاذ واحد؟ اهلا. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم. استاذ محمود الساكن الجديد جاي يشوف الاوضه، ربنا يجعلها من نصيبه. اتفضلوا. اسطور، اتفضل يا بيه. اتفضل. اتفضل يا بيه، ما تتكسفش، دي اوضه لوكس قوي قوي. تعال ورايا. اتفضل اتفضل اتفرج. الدولاب من خشب الارض، السرير من خشب الورد، حاجه لوكس على فوكس. ها عجبتك؟ كويسه. مش قلت لك انها هتعجبك قوي؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ البيه. بيه ايه بس يا سجاب الله؟ انا مدرس. مدرس؟ مدرس في مدرسة البنات الثانوية اللي جنبينا. متجوز؟ لا. الأستاذ محمود أخلاقه سكرة. متشكرين. والأجرة كام؟ 30 جنيه. يا بوي. بقول إيه؟ ما تهزيها شوية يا ست الواحد. 20 ينفع؟ حلو إيه بس يا سجاب الله؟ 15 كويس؟ يا فندم. كويس أوي يا ست الواحد. إيه؟ مش عاجبك؟ عاجبني يا سجاب الله. والست كتر خيرها، بس يعني انا موظف على قدي، لما ادفع 15 جنيه سكن يبقى الاكل بكام والمواصلات ومصروف الواحد؟ 10 يرضيك؟ شهرين مقدم. مبروك يا بيه. الله يبارك فيك. اتفضلي. طبعا اذنكم شويه لما اروق لك الاوضه. اوكي اتفضلي. هنتعبك معانا بس تلاحظ. لا تعب ولا حاجه. الف مبروك يا استاذ محمود. متشكرين يا سجاب الله. لو النبي وحياة النبي ما اخد غير ورقه بخمسه جنيه. انا طلع لي ستك هل من كتر الماشي. اتفضل. شكرا. عتبه مبروكه ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ما قلتليش يا استاذ محمود. نعم. هتجيب حاجاتك امتى؟ النهارده ان شاء الله. بس لو سمحتي، لو كان في شغاله بالمره تنضف لي الأوضة، تغسل لي هدومي. هتديها كام؟ اللي تشوفيه أنت. قصدي ميزانيتك تسمح بكام؟ والله 3 جنيه كويس. كويس. يبقى اتفقنا، عن إذنك أروح أجيب الحاجة. أستاذ محمود. أيوه. المفتاح عشان تدخل وتخرج على راحتك. متشكر، متشكر أوي. قول لي، بيضة ولا سمرة؟ طويلة ولا قصيرة؟ عازبة ولا متجوزة؟ عندها عيال ولا مخلفة؟ حيلك حيلك حيلك. أنا مالي ومال الحاجات دي كلها. أنا كل اللي بعمله أدفع ال 13 جنيه وبس. يعني ما لمحتهاش؟ ما شفتهاش؟ لا لا. منخور من الباب؟ هي بتغسل، بتعجن، ما أنت عارف إني ماليش في الحاجات دي.
مالكش لوحدك والولية لوحدها وقاعدين في شقة مقفولة وتقول لي مالكش قلتم؟ استغفر الله العظيم يا كل ذنب عن ده عيالك ايه؟ مفتاحك اهو. انت اللي لادي حتبات عندي ليه؟ عيد ميلادي كل سنة وانا طيب مفيش داعي اجيب حاجة معاك. ودي معقولة دي؟ تعالى هنا. ايه؟ انت مولود في يناير. مولود في يناير ده هناك في البلد. جيت هنا اتولدت في اغسطس وسبتمبر واكتوبر وذي القعدة وبرمهات و... ايوه بس ده بكرة اول يوم في الدراسة وما اقدرش اسهر. دي سهرة خفيفة. هنرقص ونسهر ونغني و... ويا حبيبي. اللي قلت عليه فين؟ زمانه جاي. اه وصل. آه. محمود اهلا. ايه يا محمود اتاخرت ليه؟ ابدا المواصلات. اسمعوا يا جماعه اقدم لكم محمود بي عبد الستار بلدياتي واعز اصدقائي. ايه ده يا راجل؟ دي زنبليطه كما قال الشاعر. زنبليطة من غير ليطة تبقى الدنيا زرنبيطة. لا برضو ابو المتهور الهلاس. لا ده ابو دمى المزاوز. محمود دي يشرب ايه؟ انا ما ما بشربش ماليش خالص في الشرب. لا مش معقول لازم تشرب. ده هتكسفني ولا ايه؟ ما انت عارفه طبعا ما بشربش وبعدين معاك بقى. اياه ما بتشربش خالص. لا بيشرب محمود بيشرب بيره. ده طلع فوقيه. انت عارف انا شفتك بعيني وانت بتشرب. ما بشرب. اهي دي بقى كبسه. كبسه ايه بس فهميني. انا دوت البيره ثلاث مرات. يوم ما خدنا التوجيهيه ويوم الليسانس وفرح اختك. والرابعه تبت عشان خاطري. ولا برضه هتكسفني؟ عشان خاطرك انت بس. ايه اخواني سكرانين؟ استاذ محمود بلدياتي راح في الكازوزة و ابعتوا مرسال يمسك الفجر عشان الشمس ما تطلعش. يا ابو ابعتوا برجية تخلي الدنيا تفضل نايمة ولا تقومش. ابوي الساعة دي لازم تفضل واقفة ولا تمشيش الا اما امشي. واني مش ماشي ورقصني على you
يلا يا مديح. لا يا نرجس لا، وانا مكتوب. يلا يا مديح. فنكش الفنكش يفنكش لك يا مفنكش. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ انا طبعا. الا قولي، البيت اللي رقصتني دي نرجس؟ لا التانية مديح. يا ابوي عليها جزء عيون يسحروا. المهم كانت ليلة حلوة. قوي قوي قوي. وكتاكتا حلوين. قوي 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 قوي. تعمل عيد ميلادك معاه الشهر اللي جاي؟ قوي 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 قوي. Happy birthday to you. Happy birthday. الأستاذ محمود عبد الستار من أحسن أساتذة اللغة العربية، مشهود له بالكفاءة والحزم والجد. راجل أصله صعيدي ما يعرفش هزار، مش عاوزه يشتكي من أي واحدة فيكم. أي شكوى حجيلي أنتوا عارفين هيحصل إيه، لازم تستفيدوا منه. وتعشى منكم تستفيدوا من دروسه وتجيبوا لنا نتيجة مشرفة. تفضل يا استاذ محمود. متشكر. اقعدوا اقعدوا اقعدوا. استلمتوا الكتب؟ ايوه يا استاذ. النهارده الحصه ضاعت. بكره الساعه 7 صباحا تكونوا هنا. الساعه 7 ايوه يا استاذ، دي مش معقول. الساعه 8. طيب بس انتوا هنا.
دي حصه اضافيه عشان نعوض الحصه اللي ضاعت. اتفضل. أنسة مديحة. أيوة يا أستاذ. رد الباب وتعال. تعالي. تعالي تعالي هنا. قريب. أنتِ تعرفي الأستاذ طلعت؟ مين الأستاذ طلعت؟ أنا اللي كنت سهرانة عنده امبارح في الشقة؟ لا. أمال رحت بيته ازاي؟ غصب عني، ما كنتش أعرف. وإيه اللي غصب عنك؟ ضحكت علي، قالت لي إنه عيد ميلاد أختها، وأنا ما كنتش أعرف. لو كنت أعرف ما كنتش رحت. يا ريتني كنت مت قبل ما تروح هناك وتشوفني هناك. يا مين دي اللي ضحكت عليك؟ نرجس. نرجس؟ اللي حزمت حضرتك لما حضرتك قمت رقصت. طب بس 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 بلا حزمت بلا بتاع بلا. ونرجس دي تلميذه كمان في المدرسه؟ لا، بتشتغل في بوتيك. تعرفيها منين؟ بشتري من عندها هدوم. على كل حال انا ما اسمحش لتلميذه في فصلي انها تسهر سهرات زي دي مهما كان عذرها. دي اول مره اروح فيها حفله زي كده. احلف لك على المصحف ان دي اول مره. ارجوك صدقني يا استاذ محمود، كانت غلطة ومش هتتكرر تاني. أرجوك صدقني، أرجوك صدقني. طيب طيب خلاص خلاص طيب. شوف يا مديحة، مش عيب إن الإنسان يغلط، لكن العيب إنه ما يتعلمش من غلطه. وزي ما دي كانت أول مرة، أرجو إنها تكون آخر مرة. طبعا يا أستاذ. ونرجس دي عايزك تبعدي عنها خالص. وبالنسبة لليلة امبارح بكل اللي حصل فيها انا هعتبرها اتولدت ميتة وكأنها ما حصلتش خالص. خالص يا استاذ. عاج، قولي لي دي اول سنة ليكي في الثانوية العامة؟ لا، دي التالتة، والتالتة تالتة. كنت بتسقطي في ايه؟ في اللغة العربية. اللغة العربية. طيب شوفي اي حاجه تستعصى عليكي ما انتيش فاهماها تعالي هنا وانا اشرحها لك. هشربك اللغه العربيه كلمه كلمه بالمعلقه. بس المهم ليله امبارح اتولدت ميته كانها ما حصلتش خالص. احسنتي، برافو. تعالي اتفضلي. تعالي هنا. من اول يوم لفتك كده من اول نظره. ده من اول ما دخل فصل وعينه منك. انتوا فاكرينه ايه يا بنات؟ ده هريب. هريبك؟ ايوه، ابن عم ماما. مش عايز حاجة قبل ما انزل؟ لا متشكر. ست لواحظ. النبي على قلبك ما تسددني، ناديني باسمي. المسألة ما بقتش غريبة والمقامات محفوظة. انت استاذ وانا لواحظ. انت دايما شغلك بالليل. نبطشيتي كده؟ اوعي تكوني غيرت نبطشيتك مخصوص عشاني، قصدي عشان شغل البيت والطبيخ والمكوى. انا دايما شغلي بالليل. في مستشفى؟ لا. في دار حضانة؟ لا. امال فين؟ في فرن. فرن؟ ايه، خبازة ولا عجان؟ لا، فنانة. ايه؟ ايه؟ ممثلة؟ يعني ده انا احب التمثيل قوي. ها، وبتشتغلي في انهي مسرح؟ عشان حتى الواحد يبقى يجي يتفرج. هو مسرح ومش مسرح. ايه دي بقى فزورة؟ ها، ما قلتليش بتشتغلي فين؟ في كباريه في شارع الهرم. كباريه؟ ايوه. يلزمك حاجه قبل ما انزل؟ مش معقول.
عن إذنك. عطشان حب وحنية واسيبك وسط المي، عطشان حب وحنية والهوى يرميك من بحر البحر. خليك على قومي يا موج البحر، لفتك معايا وعاد البحر. خليك على قومي يا موج البحر، لفتك معايا وعاد البحر. للبس بندي واقلع بندي، للبس بندي واقلع بندي، واخدك جنبي على شط البحر، وافضل احكي وانقش كحكي، وافضل احكي وانقش كحكي، وارسم ضحكي على وش البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك لفتك معايا وعاد البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك لفتك معايا وعاد البحر. لاخدك وامشي على موج رمشي، ولا ترجعشي من جوه البحر، إلا نجدني وتركتني طول بيتني على شط البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك لفتك معايا وعاد البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك لفتك معايا وعاد البحر. واسيبك وسط المية عطشان حب وحنية، واسيبك وسط المية عطشان حب وحنية، والهوى يرمي من بحر البحر. خليك على قومي يا موج البحر، خليك. صح يا ست الكل، لواحد. هو مفيش على السنة غير لواحد؟ هو احنا ما نشبهش ولا ايه؟ ده يبقى هو يا دود. انت مش صاحبتها. الروح بالروح. طب ما تكلم هاني، وانا مستعد اخد الاوضه اللي عندها وافرشها من جديد، وابقى انا وهي وستنا في ايدينا. بس دي مهرها غاليه قوي. ادفع من جنيه لقلب. ونحاسب. ابوسك. ما تنفعنيش. يا حبيبتي 10 جنيه لكي، بس اديكي السكه. كده؟ عن اذنك. على فين؟ حصلت لك السكه. اهو كده الشغل يا شغل. ما كفاياكي بقى، الخمره هتقتلك. قلت لك لما يكون في ايدي كاس ما تعكننيش عليا. طب قوليلي عايزه ايه؟ زبون واقع لشرط. خليهولك. ده مستعد يأجر الأوضة اللي عندي. أجرتها. بكام؟ 10 جنيه. في الليلة؟ في الشهر. يا خيبتك، ده مستعد يدفع من جنيه لألف، ده غير ال ده لما يدفع لي مليون بفرط في ساكنها. كفاية أدم ورقته وحنيته. أو الراجل يقول يا ست لواحد. احنا حبينا ولا استلطفنا؟ مش عارفة. لون جديد وطعم جديد ما شفتوش في حياتي. ايه بس اللي مش عاجبك فيها؟ ما هو مش معقول يا سجاب الله ابقى مدرس مدرسة بنات وتسكنني مع واحدة من بتوع شارع الهرم. ولو ان دي ما فيهاش عيب ولا حرام، لكن الرياح والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طيب اعمل معروف، شوف لي حاجه تانية وبسرعه. انت تؤمر يا استاذ محمود، ايدك على 500 جنيه. ايه 500 ايه؟ امال انت فاكر ايه؟ 500 و1000 و2000 و10000 و20000 احمد ربنا بيه. انت معاك اوضه واجره ما حصلتش، ومع كل انت في حالك وهي في حالها، وده الخالق للخالق. عرضت عليه 800 جنيه خلو،
راسه ألف سيف ما ياخد أقل من ألف. والله يا ابني إحنا اللي شجعناه. أعمل إيه؟ بقالي ثلاث سنين كاتب كتابي ومش لاقي شقة يا عالم. معلش أمرنا لله. يا سيدي كلنا في الهوا سوا. أستاذ محمود. خير يا سعاد؟ أنا جاي أشتكي لك من قريب. قريبتي؟ أيوه مديحة محمد علي، كل المدرسة عارفة إنها قريبتك. مالها مديحة؟ خطفت مني مقص الضوافر. طب اتفضلي أنت وبعتيها لي، يلا. حاضر. طيب يا أخي ما دام قريبتك، خد بالك منها شوية. دي محية خالص. ومحتاجة لتقوية في الدين، وفي الإنجليزي ضعيفة أوي. أفندم يا أستاذ محمود. بعد إذنكم لحظة واحدة. اتفضل. تعالي شوية. قربي عليا شوية. أنتِ قلتي للبنات إنك قريبتي؟ أيوه. ليه؟ أصلهم شافونا لوحدنا والباب مردود، افتكروا إن بعدين؟ قلت لهم ده قريبي، بنقذ الموقف. تعال. بقينا قرايب يعني. على العموم يا أستاذ، أنا قرايبي كلهم أسماء ومراكز. طب قلت لهم تقرأي لي ايه بقى يا ستي عشان بس ابقى على نور؟ ابن عم ماما كمان. جت كده؟ مادام جت كده بقى شاطره. انا قريبتي بنت مهذبه مجتهده مؤدبه. هو انا مش مؤدبه يا استاذ؟ اسمعي اللي بقولك عليه. حاضر يا استاذ. مش عايز لعب ولا اهمال ولا شكوى تجيني من ناحيه قريبتي. مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. يلا لحصتك. حاضر يا أستاذ. قريبتي كل شيء. انت النهارده في حاجه مضايقك، لازم الاكل مش عاجبك، تحب اجيب لك حاجه تانية؟ ايه اللي شغالك في شارع الهرم؟ طيب وحضرتك ايه اللي شغالك مدرس؟ دي مهنتي. ودي صنعتي. طب وانت راضي عن الصنعه دي؟ وحضرتك راضي عن مهنتك؟ مش برضو في حاجات في المهنه الواحد بيعملها وهو مش مقتنع بيها؟ كل شغلانه ولها بلاويها، وكل واحد ونصيبه، وانا نصيبي كده. ايوه بس يعني بلاش نتكلم في الموضوع ده احسن. يلا يلا تسمح تاكل؟ سعيدة يا عمتي. أهلا يا حبيبتي، اتأخرتي كده ليه؟ مش قبل ما خلصت المدرسة؟ على فكرة باباك اتصل وبيقول لك بلاش تفوتي عليه بكرة، وهيستناكي في البيت بعد بكرة عشان يديكي اللي أنت عاوزاه. هو كل يوم يقول لي بكرة وبعده؟
خلاص مش عايزه منه حاجه، مش هروح له خالص. عيب كده يا بنتي، ما يصحش، ده مهما كان برضو ابوكي. ما بحبش ابص في خلقه مراته. الو، اقولك ايه، الليله سهره للصبح، حفله بتعملها جمعيه خيريه في السنه مره، لكن ايه، مجتمع راقي حاجه فوق. ها الساعه 8 هكون عندك. باي باي. عمتي عمتي. ايوه يا حبيبتي. انا رايحه اذاكر عند واحده صاحبتي، وبعدين هبروح ابات الليله عند ماما. والنبي تبقي تسلمي لي عليها قوي، اوعى تنسي تسلمي على جوزها عشان سمعت انه كان تعبان شويه. ايه يا نرجس، دول اتاخروا قوي، ده مالهم جايين يا دوحة؟ اهم وصلوا. مساء الخير. اهلا. مساء النور. لا انتوا المرة دي اتأخرتوا علينا قوي، دي مديحة كانت قاعدة على نار، مش كده يا دوحة؟ اصلهم بيتقالوا علينا. وده معقول؟ ها؟ وناويين تسافروا امتى؟ مش قبل شهرين. ده انا مش كده ولا ايه يا دوحة؟ مش قلتلك؟ اهلا انتوا نورتوا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. لا الصحفيين ممنوعين من دخول حفلاتنا. انا مش جاي صحفي، انا مدعو. الاستاذ محمود عبد الستار صديقي وبلديتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي الحفله نورت. شاكرين، منوره بوجودي طبعا. تفضلوا تفضلوا، دي الحفله حفلتكم. اتفضل. حفله هتنبسط فيها قوي، مليانه. الله، فسوكه فسوكه بيه. اهلا 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 فسوكه بيه. يا خبر اسود. ايه مالك؟ استاذ محمود ماله؟ إيه هنا هنا. الله، طب ومالك خايفه كده ليه؟ وهو هيعمل لك ايه؟ لازم امشي قبل ما يشوفني. باتي امال ولا يهمك. ما اقدرش انا ماشي. الله، ده الاستاذ سعيد هنا، عن اذنك يا فسوكه بيه. اتفضل. اهلا اهلا يا فندم. اهلا باديب الصعيد. الاستاذ محمود عبد الستار مدرس ومؤلف روايات، انجي هانم صديقه الادب والادباء. اهلا وسهلا. اهلا بيك انجي هانم. بتحب الادب قوي وبتشجع دايما الادباء الشبان، ولها نشاط ملحوظ في عالم الفن. انت بتبالغ قوي يا سعيد. يا هانم ده اقل من الواقع. فرصة سعيدة يا فندم. ميرسي. ها خلصت القصة يا أستاذ محمود؟ تقريبا. بكرة إن شاء الله تروح على المكتب. تعال أخو كده. ويسكي يا أستاذ طلعت؟ ويسكي، كونياك، أي حاجة أنا بتاع كله، بس خلي بالك أنت معايا. يخلص الكاس تصيني واحد تاني. أستاذ محمود، ويسكي طبعا. لا يا فندم متشكر، أنا ما بشربش خالص. مش معقول. أبو حنفي ما يشربش غير البيرة. بيرة؟ على قدي. بعمل ايه؟ لسه في سنه اولى. على كل حال كلنا ابتدينا كده. عن اذنك يا ابو حنفي هلغوص شويه. تعلموها بقى. اتفضل يا استاذ محمود. متشكر. في صحتك. متشكر. الاستاذ محمود بيألف روايات؟ يعني محاولات. وروايتك الجديدة اسمها ايه؟ اسمها رنين الحب. رنين الحب؟ اسم جذاب. ويا ترى الرواية جذابة زي الاسم؟ لما تقريها حضرتك تبقي تقولي لي رأيك. وما فيناش من زعل؟ بالعكس، أنا يهمني رأيك الرأي، خصوصا وإني لسه في سنة أولى. أول ما أقراها هتصل بيك علشان أقول لك رأيي. في صحتك. الشعر الجاهلي أنسة مديحة؟ أفندم يا أستاذ محمود. خليكي معانا. حاضر. هكذا نجد إن الشعر الجاهلي بيهتم بحاجة من ثلاثة: البسالة والشرف
ثلاثة الغزل. طيب نكمل الدرس الحصة الجاية. تفضلوا. أنسة مديحة. أيوة يا أستاذ محمود. ابي حصليني على أوضة المدرسين. أيوة يا أستاذ محمود. أنت إزاي دايما في الفاصل؟ أنا ممل في الشرح. قوليلي يمكن أكون ممل. العافية يا أستاذ. أنا أصلي كنت سهرانة. سهرانة؟ أيوة بذاكر. طب ده أنا عايز أقابل والدك بقى. بابي في أوروبا، أعماله كلها هناك، بيقعد هناك بشهور. أقابل والدتك؟ مامي متوفية. أخوكي، قريبك، مش بتقولي إن قرايبك أسماء ومراكز؟ مش مختلطين بيهم. أمال أنت عايشة مع مين؟ مع طنط أمين، أخت بابي. أنا بعت جواب لوالدك عشان يقابلني، ما جاش ليه؟ اللي تستنى؟ لا 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 العفو يا استاذ علي، اصل والدها غايب شويه في اوروبا. اتفضلي انت على حصتك. ما تتعبش نفسك، دي مش فالحه في مدارس. قول قريبك اختص الطريق احسن ويتجوزها. يا ست رواحظ، يا ست رواحظ، يا رواحظ. ايوه 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 يا استاذ محمود. قولي له يطلع. هو مين اللي يطلع؟ طلعت صاحبي اللي بيضرب كلاكس من عينيا. استاذ طلعت، الاستاذ محمود بيقول لك اتفضل. ده انا اطلع واطلع وليله مطينه طين الليله دي. ايوه مساء الخير. مساء النور. مش برضو الاستاذ محمود ساكن هنا؟ ايوه اتفضل. شك. امال هو فين؟ في الحمام دقيقه واحده. هو ابتدى الحمام؟ اهلا يا طلعه، تعال تعال. عين على حمام الملاليطي. هي دي بقى لواحظ. ايه ولا واحد اباي يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة. انت امك ده عيالك ليه؟ قولي متى تم الوصال وفين وكيف؟ لا فين ولا كيف. انت عارف ان انا مين يا خال؟ راجل زين و وست اهياني وبيت فاضي وعيش هادي. يبقى اسمه ايه ده يا ولد عمي؟ تبقى صداقه موده اخوه. اخوه سلامات يا اخوه. هو مفيش عندك بين الراجل والست الا الكلام الفاضي؟ مفيش صداقه، مفيش اخوه، مفيش اخلاص. تفضل طول عمرك صعيدي. يعني انت اللي مصراوي جوا يا اخي. انا صعيدي مفتح. صحيح كانوا هيبيعوا لي الطرماي اول ما جيت، لكن مفتح. طب قول لي يا مفتح، البنت دي لواحظ؟ لا مديحه. تاني احنا مالنا ومالها يا اخي؟ خساره بنت زي دي تضيع في اول حياتها. انت ايه حكايتك بالظبط؟ البنت دي من يوم ما رقصتك وانت أنا مدرس يا طلعت، ودي مسؤوليتي. مسؤوليتك؟ طب كمل لبسه ويلا بينا. أنا مش ناوي أسهر الليلة. هتسهر وهتخرج وهتعزمني على عشاء غصب عنك. اشمعنى يعني؟ أصلي جايب لك خبر بمليون جنيه. خير؟ روايتك هتتنشر في كتاب الشهر العدد الجاي. وحياة النبي. أيوه يا بوش. يبقى الليلة دي سهرة على حساب. موافق. تعمل لي عيد ميلاد. لا يا ابوي بلاش عيد ميلادك دي، شوف لنا سهرة تانية. طيب شوية عشاء؟ موافق. وشوية فرفشة؟ موافق. شوية ضحك وتهريج لحد ما نقول ستوب؟ موافق موافق موافق. وحبة فوق وحبة تحت. يلا يلا بينا. على فين؟ القهوة. قهوتك مشروبة يا وش الخير يا جدم السعد.
أني هقدم لك بدل القهوة شربات، هجيب لك هدية. طب يومين تلاتة لاجيب لك هدية. يا وش السعد يا قدم الخير. اشرب يا عم ودندل، الليلة ليلتك وبكرة فرحك. يا ابوي 7 سنين مستني اليوم ده عشان اوصل كلمتي للناس. تصح كلمتك. والله انا خايف قوي يا طلعت، كأن تلميذ داخل الامتحان لأول مرة. ويا خوفي لا تسقط. واسقط ليه؟ فلله ولا فالك يا شيخ. اصل كلمتك جايه من برج عالي، كله مثاليه افلاطونيه، قسو ليلى، حب عذري. اهو هو ده الحب في نظري. سعيد يا حب. قول يا عم فتح بقى وفوق لنفسك. طب تبص عليا يالا، ها؟ هات لي واحد كاتانيلا. يا ابويا فوق لنفسك. الناس النهارده بتاكل في بعض، بتطلع فوق كتاب بعض، كل واحد همه يخطف ويجري. اما الحب اللي في قصتك في صحتك. لا مؤاخذة، لقيت النور والع والوقت متأخر، ودي مش عادتك. قلت خير 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 والحمد لله، خير قوي. يا بوي 7 سنين اكتب واقطع واقطع واكتب عشان يتنشر الكتاب. خلاص يا لواحظ، ابن البكر هيشوف النور. ابنك البكر؟ ايوه كتابي. على فكره انا كنت وعدتك بهديه. هديتي نفسك في البيت اهي، وان اشوفك دايما مبسوط. الله، بس دي غاليه قوي. مفيش حاجه تغلى عليك يا وش الساعد يا قدم الخير. تسمح عنك انت. فضل يا بيه، فضل.
خليني الحب، خليني الحب، خليني الحب يا محمد عبد الستار. مبروك يا استاذ، مبروك يا استاذ، ألف مبروك، ألف مبروك. ده شعور طيب الحقيقة، لازم أشكركم طبعا. في الحقيقة الشكر إن مديحة هي اللي وزعت علينا الكتاب. دي أول قصة يكتبها قريبها. متشكر يا بنت. العفو يا أستاذ محمود. في قصة تانية يا أستاذ. موضوعها إيه يا أستاذ؟ قولنا عليها. إن شاء الله. بس 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 خلاص 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 بقى. مش وقت قصص وروايات. يلا شيلوا الكتاب ده وطلعوا الكراريس. كنا بنتكلم عن الأخلاق عند العرب. مين؟ مين؟ سلامة مالك دكتور، مالك دكتور، دكتور بصراحة معلش، حاضر ألف سلامة لك. حاضر حاضر معلش معلش يا ساتر يا رب. خير يا دكتور؟ اسمع تفضل. ما خبيش عليك، حالتها وحشه قوي. الحقنه اللي خدتها هتنيمها للصبح، بس يا ريت حد يفضل جنبها. عندها يا دكتور؟ القلب تعبان وفي تليف شديد في الكبد، الدواء لازم تجيبه حالا. طبعا طبعا. حضرتك جوزها؟ قريبها؟ يعني تقريبا. المهم الخمره ممنوعه، فيها خطوره على حياتها. كاس واحد ممكن يقضي عليها، مفهوم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انا كنت ناقص بلاوي؟ صباح الخير. صباح النور. ها ازاي الحال النهارده؟ الحمد لله. لا 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 خليكي مرتاح، مش عايزك تقومي من السرير. ربنا ما يحرمني منك، ده لولاك من عارف كان زماني. بلاش كلام فاضي، بكره تقومي بالسلامه. يلا لازم تخلصي على الفطار ده طوالي عشان تاخدي الدواء. تسلم ايدك، انا تعبتك معايا قوي يا شيخه. لا تعب ولا حاجه، ده كفايه سهرك جنبي طول الليل. يلا لاحظ الناس لبعضها. أول مرة أحس إن حد قلبه عليا. أما أقوم أنا بقى ألحق المدرسة. مع السلامة. على فكرة الدكتور نبه وشدد قوي، حكاية الخمرة دي بلاش منها. أمرك يا أستاذ محمود. لا أنا عايز وعدي منك إنك ما تشربيهاش. وحياتك، وحياتك عمري ما هدوقها تاني. أهو كده فوتك بعافية. الله يعافيك. استاذ محمود تسمح؟ هي مديحه ما جاتش ليه؟ معرفش. هي مش قريبتك يا استاذ؟ ايوه. يبقى ازاي ما تعرفش؟ خلونا في الدرس، ولا انتوا عايزين تضيعوا الحصه على الفاضي؟ طلعوا الكشاكيل وخدوا واجب النهارده. Thank you.
مساء الخير. مساء الخير. مش برضه شقة الأنسة مديحة محمد علي؟ أيوه. محمود عبد الستار مدرس الأنسة مديحة بالمدرسة. أهلا وسهلا يا ابني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. وحضرتك؟ أنا بقى عمتها. اتفضل يا ابني، اتفضل استريح. أهلا. يا ساتر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أمال فين الأنسة مديحة؟ مديحة مش موجودة. هتتأخر كتير؟ بقالها يومين بيت عند والدتها. إيه؟ والدتها؟ لكن دي قالت لي إن والدتها الله يرحمها متوفية. متوفية؟ يجازيكي يا مديحة، البت دي مش هتبطل كدب أبدا. والدتها عايشة مع جوزها في مصر الجديدة. طب والسيد والدها؟ عايش مع مراته الجديدة. مش برضه في أوروبا؟ أوروبا إيه يا ابني؟ هنا في مصر، بيته في الزمالك. أصل أبوها وأمها بعد عنك متطلقين، وكل واحد متجوز في ناحية، وسايبين البنت أربيها. وأنا زي ما أنت شايف ست كبيرة وصحتي مش مساعداني. والنبي يا ابني، والنبي تاخد بالك منها في المدرسة، دي لسه عيلة وملهاش حد. مديحة طلعت. ملعون ابو الليله اللي رقصتك فيها. انت شاغل نفسك بيها ليه يا جدعان؟ بقى لها 3 ايام ما جاتش المدرسه. ان شاء الله معانها جت، يمكن عيان. سالت عليها عند عمتها، عند امها، عند ابوها. محدش عارف هي راحت فين. يا محمود ابعد على الاصناف دي، اسمع كلامي، دي مش من توبك. يا جدع انت ما تظلمهاش كده. انا مقتنع انها بنت كويسه، لكن الظروف هي اللي. طب اركن الحب شويه وخليك في شغلك الاول. رئيس تحرير مبسوط قوي من الروايه الاولانيه وبيسال عن الثانيه. عندك ولا شطبت؟ انا مش هكتب ولا كلمه لغايه ما الاقيها. اما اعرف هي فين. مديحه محمد علي تكلم الاستاذ محمود في اوضه المدرسين. اتفضلي. ايوه يا استاذ محمود. انت غايبه بقالك 3 ايام، كنت فين؟ كنت عند ماما. صحيح انا قلت لك ان ماما متوفيه، بس انا قلت لك كده عشان ما بحبهاش، اصلا متجوزه غير بابا. بقى كنت عند ماما؟ ايوه. كدابه يا فندم. انا سالت عليكي عند والدتك، ما كنتيش هناك. لا اصلها كانت مسافره فرحت البابا. برضه كدابه. انت لا كنت عند والدتك ولا كنت عند والدك. قولي لي كنت فين. في اسكندريه. في اسكندريه؟ ايوه. اتخانقت مع عمتي فسبت البيت ورحت قعدت مع بنات اصحابي في اسكندريه. البنت اللي اتبات بربيتها من غير علم اهلها تبقى مش شريفه ولا تقدر تحافظ على كرامتها وتستاهل القتل. أنا ما اسمحلكش إنك تقول عليا كده. ترد عليا كمان؟ أنت بأي حق بتضربني؟ بأي حق بتمد إيدك عليا؟ بأي حق بتهين كرامتي؟ أنا أشرف من أي واحدة تانية في المدرسة، ما اسمحش لأي حد إنه يمسني بكلمة. أنت فاهم؟ أستاذ محمود، أستاذ محمود، تحب أحضر لك العشاء؟ لا. سرحان في ايه؟ ابدا. روايه جديده يعني؟ على فكره مبروك الكتاب الجديد، ابنك البكر حلو قوي. قريتيه؟ وحبيت كل اللي فيه، كل جمله، كل كلمه، كل حرف. المهم تكوني فهمتيه. هو علشان ما اقدرش افهم. انا اسف لو احس، مش قصدي. انا عارفه انت قلبك كبير قوي يا استاذ محمود. لو كان صادفني انسان زيك وانا لسه بقول يا دنيا
ما كانش ده بقى حالي. نهايته مكتوب. والنبي تاخد بالك منها في المدرسة، دي لسه عيلة وملهاش حل. أنا أشرف من أي واحدة تانية في المدرسة، ما اسمحش لأي حد من المسنين يتكلم، أنت فاهم؟ لو كان صديق لإنسان زيك وأنا لسه في أولى دنيا. مديحة، أنا عايز أتمشى معاك لحد المدرسة. أنت حر. أنا عايز أتكلم معاك يا مديحة. هو أنت ما قلتش كل اللي نفسك فيه امبارح؟ أنا آسف على اللي حصل امبارح، وآسف إني ضربتك. كوني تلميذة وأنت أستاذ ما يديلكش الحق أبدا إنك تمد إيدك عليا. مديحة، أنا امبارح لما صورت عليكي ما كانتش ثورة أستاذ أو مدرس على تلميذته، كانت ثورة إنسان بيهتم بإنسان أو بيخاف عليها. مديحة، أنا وحيد ومليش إخوات، وكان نفسي دايما يبقى لي أخت أرعاها وأصونها وأحميها. أنا من أول يوم شفتك فيه لفت نظري، يمكن لأنك صورة الأخت اللي في نظري، أو يمكن تكوني أكتر من كده. المهم حسيت إن أرجع وأقول لك مش كمدرس وتلمسته، لا، كإنسانة عزيزة عليا وغالية عندي. مديحة، أنت مستقبلك قدامك وأنا خايف عليك. أستاذ محمود، صدقني أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا واثق إنك ما عملتيش حاجة غلط، وإلا ما كنتش كلمتك. بس أنا عايزك تراعي إن الناس بتتأثر بالمظاهر. أنا عايزك قدامي وقدام الناس أحسن واحدة. توعدينا يا مديحة؟ أوعدك. على فكرة، أنا اتفقت مع عمتك إن أبقى أجيلك البيت أديك دروس بدل اللي ضاعت مني. متشكرة أوي يا أستاذ محمود. طيب، يلا بينا عشان نلحق المدرسة. إيه الحكاية؟ رايحة معاه وجاية معاه. ودي رفع إلي حق ودروس خصوصية، عايزة أجيب مجموعة 100%. يا بختها. واحدة ستة طلبت حضرتك وانت في الحصة وسابت لك نمرة التليفون دي. طب ما قالتش مين؟ لا يا فندم. شكرا. العفو يا فندم. الو، انا محمود عبد الستار. انا كنت منتظره مكالمتك يا سيدي. انا قريت القصه، ما تتصورش قد ايه شدتني. موضوع جميل، اسلوب رائع، انت راجل عظيم. افندم، بلاش تواضع. على فكره، انا عامله لنا ندوه صغيره فيها شويه ادباء وعايزين يناقشوك. بكل ارتياح، ده شرف كبير يا فندم. الساعة 9:30 هكون عند سيادتك. مساء الخير. مساء النور. محمود عبد الستار. انجي هاني موجودة؟ ايوه، اتفضل.
اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. اتفضل استريح يا استاذ محمود. يظهر اني جيت قبل ميعادي. لا ابدا، الميعاد مظبوط. طيب امال فين بقيه الادباء؟ هما دايما كده، مواعيدهم مضطربه على الاخر. فنانين يا سيدي. سيجاره؟ متشكر، ما بغيرش السيجاره. ولع لي. أظن ما كانش يخطر ببالك إن أتصل بيك. الحقيقة هي مفاجأة سارة وشرف عظيم ليا. ميرسي. تاخد معايا درينك؟ لا لا لا، اسمحي لي، ما فيش لزوم. أنا أعرف إنك بتشرب بيرة. أحيانا بس في المناسبات. هو في مناسبة أحسن من دي؟ خلاص نخليها بيرة. أنا قريت كتابك، في الحقيقة رواية ممتعة. شكرا. بس أنا ليا شوية ملحوظات عليها، تحب نتكلم فيها دلوقتي؟ نتكلم قوي. اتفضل اتفضل. اتفضلي. في صحتك. في صحتك. أنت اتكلمت في كتابك عن الحب العذري وتجاهلت ألوان تانية من الحب. هو الحب ألوان؟ طبعا، أمال أنت فاكر أبيض وأسود بس؟ زي ما في حب عذري، في حب مادي، وفي حب جنسي. والله يعني أنا ما بعترفش بالألوان دي. جربتها عشان تحكم عليها؟ إيه؟ أعوذ بالله، وهو ضروري أجربها؟ بيتهيألي الفنان لما يكتب عن تجربة عاشها بيكون أصدق. أيوه بقى، بس اديني كاس. كفاية بقى عشان خاطري. خاطرك على رأسي من فوق. امال فين بقية الأدباء؟ زمانهم جايين، تعالى نرقص. ما بعرفش. تحب تتعلم؟ قوي قوي. الله، طالعة من بقك حلوة. ايه دي؟ قوي قوي دي. تعال. نتكلم بقى في الحب. نتكلم قوي. الحب المادي ده الحب اللي مش من القلب، الحب اللي وراه مصلحة. والجنسي؟ الجنسي ده بقى حكايته حكاية. الإيد تمسك الإيد، والخد على الخد، و فين بقية الأدباء؟ أدباء إيه؟ تعالى. يا ابني إيه؟ ده أنت طلعت أستاذ كبير، تلاقيك مقطع السمكة وضلع. يا ريتني كنت تلميذة عندك في المدرسة. محمود، قمت ليه؟ محمود محمود.
جلوس. الأستاذ محمود عبد الستار غايب النهارده، وأنا هديلكوا الحصة بداله. طلعوا كتب القواعد. ادخل. صباح الخير. صباح الخير. ايه؟ انت مش رايح المدرسة ولا ايه؟ انت ما نمتش؟ في حاجة مضايقاك؟ لا ابدا. لا ازاي؟ ببين عليك اهو. قولي في ايه؟ ولا حاجة. استاذ محمود، اذا كنت قصدي يعني اذا كنت عايز حاجة، معذور في حاجة، انا سدادة، انا معايا 50 جنيه واسورة دهب تحت امرك. كتر خيرك. استاذ محمود صدقني انا بتكلم جد، بقولها من قلبي بجد. انا متأكد انك بتقوليها جد ومن قلبك. انت حنينة أوي على واحد. أموت ولا أشوفك زعلان. عن إذنك أنا أشوف مين. صباح الخير. صباح النور. أنا اتصلت بمحمود في المدرسة، قالوا لي في الحصة. اتصلت بمحمود في المدرسة؟ أيوه. يا سلام. اتصلت بيه تاني قال لي ضروري اقابلك، فاخدت بعضي وجيت على هنا. اسمحي لي بقى بفنجان قهوه مدور زي اللي شربته امبارح وعمر نافوخي. ده الاستاذ طلعت يا استاذ محمود. قولي له اتفضل. حاضر. الله، هو هنا؟ لا راح مدرسه ولا دخل حصه. خس. اعمل لك القهوه؟ يا ريت، خليها ساده من غير بن. عشان مكبوس شويه. فتحت يا حلو. قولي فين؟ كنت عند الهانم المحترمه صاحبه الصون والعفاف انجي هانم. اباي، فوصلت للاعتاب السنيه؟ يا سعدك يا ولد عمي. دي مسخره وقله حياه. بقى هو ده المجتمع الراجل؟ ده المجتمع اللي عاش على وش الميه. مجتمع ابن كيفه، ابن مزاجه. مجتمع اخطف واجري. قول لي ولا تخبيش يا زين، كيف تم الوصال ومتى وفين؟ وصال ايه وهبطنيه؟ ده انت عجلك شط بعيد قوي. مش بقول لك صعيدي؟ يا محمود فتح بقى، عمله براني. ما عادش حد يعترف بيها. كان انجي ولا نرجس ولا لواحظ ولا مديحه. انت بتقارن مديحه بانجي؟ كله نفس الشيء. كله عايم على وش المي. يا راجل اتق الله. طب جرب بنفسك عشان تصدق. ادخل مع اي واحدة من دول في دول غرام، شوف هتعمل معاك ايه. وابقى تعالى قول لي. يعني ما حد سمع لكم صوت النهارده؟ ايه في ايه؟ اصل عامل لها امتحان كده. ربنا يوفقها يا ابني. Thank you.
كويس كويس جدا. سامري خلاص. كويس كويس جدا. البركة فيك يا أستاذ محمود. البركة فيك أنت، البركة فيك. أنت نجحتي في أصعب امتحان. جننتي؟ سافر معاه لوحدك؟ لا طبعا، عازمني أنا وعمتي عندهم في العزبة. هو عنده عزبة؟ في بلدهم يعني. سيبك منه، ده احنا موضبين حتة الدين شلة على أجازة نص السنة تجنن. ما أقدرش. ليه بقى؟ بحبه. يبقى مالكيش ماشي معايا. ليه يا نرجس؟ ما دام هتحبيه يبقى خلاص. وده يمنع؟ حب القلب حاجة ونفس حاجة. إيه؟ عجبتك؟ أوي. خديها يا حياتي، ولما ترجعي من العزبة نبقى نتحاسب. الحمد لله على السلامة يا محمود. ألف ألف الحمد لله على السلامة يا ضمايل. أهلا يا أخي. يا جماعة بس. اتفضلي يا مديحة. شرفت البلد يا حاج. أهلا. سلامات يا رب. أهلا محمود. الحمد لله على السلامة يا ابني. أهلا يا ضمايل. أهلا أهلا. ازيك يا أمي؟ الله يسلمك. يا أهل بلد، أحب أعرفكم بضيوف الحاجة أمينة عمة العزة مديحة المزدي. ضيفوني في مصر وأكرموني، وكانوا هناك أهلي. دعيتهم لبلدي عشان أعرفهم بأهلي وأهل بلدي، ونكرمهم كلنا زي ما هم أكرمونا. يا مرحبا يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تصوري لما كنت اروح عزبتنا في الفيوم ما طقش اقعد يوم واحد. انتوا عندكم عزبه في الفيوم؟ دي بتاعت بابي. مامي عزبتها بقى في المنصوره. يا ريت بابي يشتري لي عزبه هنا. ودي بقى هتبقى بتاعتك مش كده؟ طبعا. قولي لي يا فاطمه، انت تقربي لمحمود؟ لا. امال عايشه معاهم ليه؟ بعد اهلي ما ماتوا الحاج ابو محمود هو اللي رباني. طب احكي لي شويه عن محمود من ناحيه ايه؟ حياته كان عايش ازاي؟ نفسي اعرف كل حاجه عنه. تهمك قوي حياته؟ ودي تزعلك في ايه يا فاطمه؟ وانا هزعل ليه يا مديحه؟ وعرفت عنها كل حاجه. عرفت عايشه ازاي؟ ووالدها ووالدتها عايشين ازاي؟ ولقيت نفسي مسؤول عنها. ويعني حبيتها يا ولدي. ايوه يا ابوي. وناوي اخطبها واتولاها لحد ما تتخرج. بس فاطمة، يعني كان غرضي ان فاطمة تملى علينا الدار. فاطمة زي اختي يا ابوي. مديحة حاجة تانية. ايه قلت يا ابوي؟ والله يا ابني الجول جولك يا ولدي. استاذ محمود، عايزين نوضب الشنط عشان مسافرين الصبح بدري. يلا يا مديحة. انتوا زهقتوا مننا ولا ايه؟ يا خبر يا حاج، ده احنا يزيدنا شرف. ربنا يديم المعروف. طب اتفضلوا اتفضلوا. فاطمة فاطمة. ايوه يا محمود.
انا شفتك بتتكلمي مع مديحه. ايوه. طيب انا عايز اخد راي فاطمه طالبه الاداب في مديحه تلميذه الثانوي، انت لازمتيها 10 ايام، ايه رايك فيها؟ والله يا محمود مش عارفه اقول لك ايه، بس انا عارف اللي هتقوليه. مديحه بنت كويسه ومؤدبه ولطيفه ومن عيله كويسه وحلوه قوي. انا هقول لك على خبري فيك، انا نويت اخطبها. ألف مبروك يا محمود. عقبالك يا فاطمة. ازيك يا لواحد؟ أستاذ محمود، أستاذ محمود، أستاذ محمود. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ده انت وحشتنا قوي 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 قوي. والله انت وحشتنا اكتر. البيت كان ضلمه من غير. البيت منور بصحابه يا ست. منور بوجودك. تسلم يا ست الكل. اما اطلع الحاجات من السبت لحسن تخسر. المشال تديه. هيعجبك قوي. دوجي عمايل امي. دوجي دوجي. الله تسلم ايديك يا حاج ام محمود. ام محمود دي بركه كبيره قوي قوي. ربنا يخليها لك وتفرح بيه قريب ان شاء الله. صحيح خطبت؟ تقريبا. من الصعيد؟ لا من مصر. دي بقى جبنه قديمه لكن ايه زبده. دوجي دوجي. مبروك الخطوبه. الله يبارك فيك. وال الفرح؟ الفرح بقى في اجازة اخر السنة. حلوة؟ قمر تلميذة عندي في المدرسة. عن اذنك اما اروح اوضب هدومي. عن اذنك. وحياة النبي كتابك ضرب الرقم القياسي انطبع 4 مرات يا بوي. تعيالو ها قول لي عملت ايه وسويت ايه في البلد؟ هقول لك على خبر يفرح الجوي. ها انا نويت اتجوز. ازغرد. الف مبروك ليك والفاطمه. ما هياش فاطمه. امال مين؟ مديحه. مديحه؟ ليه يا محمود؟ انت اتجننت؟ انت نسيت عرفتها ازاي وفين؟ كونها غلطت مره ده مش معناه انها معناها انك هتروح في داهيه. اسالنا انا. مع اللي زي دول اخطف واجري غير كده تبقى مغفل. لا ده انت زودتها جوه يا طلعت. طب هتقول ايه لاهل البلد؟ هتقول ايه لابوك وامك؟ هتقول لهم اتجوزت واحده من عيد ميلاد؟ احنا صعايده يا محمود واهم حاجه عندنا الشرف وانا لا يمكن اوافق على حاجه زي دي. اسمع يا طلعت ما تزودهاش. ان كان لك نصيحه احتفظ بيها لنفسك. انا مش محتاج للنصيحه لا منك ولا من غيرك. سلام عليكم. محمود يا خسارة يا محمود. مش هتتفضل شوية؟ لا يا دوبك اروح اغير هدوم. طب باي باي. مديحة. ايوه. النهاردة الخميس وبكرة الجمعة اجازة. ايه رأيك لو اعزمك انت وعمتك على مسرح ونتعشى سوا الليلة؟ النهاردة مش ممكن. ليه وراكي حاجة؟ أصل النهارده الخميس وفرصة عشان أسهر شوية. قصدي أذاكر. طيب ما دام الحكاية فيها مذاكرة بقى يبقى خلاص نخليها فرصة تانية. باي باي. مع السلامة. أنا كنت ناوي ما أكلمكش. ولا أنا عايز أشوف خليتك. باه.
امال جايبتي ليه؟ ده مالك يا اخي؟ جاشو صح؟ اخوي؟ ثلاث ايام ما شفتوش. شي يمكن يكون حصل له حاجه؟ مات؟ قلبك عليا جوا يا اخي. قلبي على ولد انفطر وقلب ابني عليا حجر. عجب بيه. ولا علي. طب اديني سجاره. يا راجل ثلاث ايام احنا مش اصطلحنا يعني كنا اتخانقنا. انا جايب لك خبر يفرحك قوي. تذاكر الدعوه اتوزعت. دعوه ايه؟ حفله تكريمك. امتى؟ بعد بكره يا بوي. بعد بكره هايله دي. شد حيلك بقى يا عم واتحف قراءك بمواضيع جديده. والله طلع دماغي فاضيه خالص ما فيها حاجه ابدا. فاضيه؟ عايز تملاها مواضيع؟ تعالى معايا عشان تكتب وتشوف. فين؟ حفلة زار. زار؟ يا بلدينا اتعلم بقى. زار بلا زار، حفلة بلا حفلة، مناسبة بلا مناسبة. هي كده. هما بيسموها حفلة زار. ده زار في الزمالك مش في ابو حماد. انتشي يا بوي. دي مش زار، دي يا طلعت دي مسخره وجلت حي. زار منظار في المطار، أي فار دلوقتي بيسموه زار، فاهم حاجة؟ لا ولا أنا؟ أوف بقى معايا. خدش يا بنتي أنت ماشي. ما تقوم بس تعالي تعالي. تمشي بقى قولي. تعالى. ما حدش يعرف يفقر معاك غيري. أصل أنا واد فقري وعجبك أوي. أموت في الفقر. تعالى. يلا يا فقرية. يلا يا طويلة. الله 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 الله. زار. ده زارو قلت حي. امشي من هنا بسرعة، امشي من هنا بسرعة أرجوك. ستي طلعتلك. سكتي. أنت مجنون تخش علينا ناس. مش استنى بقى. غرلوش رجلك. هدوء هدوء.
مدرس وفي مدرسة بنات كمان. طب اتفضلوا دلوقتي ولما نحتاج لكم هنبعت لكم. اتفضلوا. تعال انت اهو البطاقات. يلا بلاش لكعة. يلا بقى. هي الحكاية كده؟ هي دي الدنيا كذب كذب؟ زي ما في كذب في صدفين. في مديحة؟ في نرجس؟ ولا في أنجي؟ فاطمة أختك وأختي هناك في أبو حماد. أما اللي زي مديحة ونرجس وأنجي وغيرها 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 دول محسوبين علينا غلط. دول مملكة لوحديهم، مملكة من غير عمدة. طب والشرف والأخلاق والمبادئ؟ عشان كده عملنا الحفلة دي نكرم بيها الأستاذ محمود عبد الستار مؤلف رواية رنين الحب. في الحقيقة أنا كنت معارض في الأصل في نشر رواية محمود، لكن النجاح الكبير اللي حققه الكتاب عند القراء وإعادة طبعه عدة مرات خلاني أراجع نفسي وأراجع كمان أفكاري وأفكار محمود. لقيت إن محمود دخل بأفكاره جوه كل الناس. فوق لنفسك. أصل كلمتك جاية من برج عالي، كله مثالية أفلاطونية. الناس النهاردة بتاكل في بعض، بتطلع فوق كتاب بعض، كل واحد همه يخطف ويجري. كل اللي كتبته كان غلط، كل اللي فكرت فيه وحلمت بيه كان غلط. الواقع شيء مختلف عن الاحلام. اوعى تصدق كلمه واحده من اللي انا كتبتها. مفيش حاجه اسمها حب، مفيش حاجه اسمها صدق، مفيش حاجه اسمها شرف، حتى الغلط مفيش حاجه اسمها غلط. للاسف كل الناس دلوقتي بتخطف، بتخطف الشرف، بتخطف الكرامه، بتخطف السعاده، بتخطف منك اعز شيء تملكه الكبرياء. كله دلوقتي بيخطف ويجري، كله بيخطف ويهرب، بيخطف ويجري. اخطف واجري. اخطف 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 واجري. قدمك الدار اخطف 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 واجري. اخطف 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 واجري. قدمك الدار اخطف 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 واجري. وما تندمش ولا تزعلش. وما تندم ولا تزعل. اللي بيزعل عمره بيجري بيجري بيجري. اخطف 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 واجري. اخطف قد ما تقدر. اخطف 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 واجري. اخطف 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 واجري. اخطف قد ما تقدر. اخطف 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 واجري. احنا في عصر الزحمه يا والدي. اجري اوعى تهدي. احنا في عصر الزحمة والدي. اجري وسابق واوعى تهدي. جاتلك فرصة جاتلك فرصة جاتلك فرصة. اخطفها وعدي قبل الناس ما تاخدها وتجري تجري. اخطف 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 واجري. اخطف قدم
نفسك بس وغيرها ما فيش، خد من الدنيا ولا تديش. نفسك بس وغيرها ما فيش، من غير كده ما انتش هتعيش. هتدوسك الدنيا وتجري وتجري وتجري. اختار 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 واجري. كويس شوف حواليك مين في الدنيا قلبه عليك. بص 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 كويس، ما تشوف حواليك مين في الدنيا قلبه عليك. بص 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 كل الناس لو طالوا عنك لو طالوا عنك ياخدوها. كل الناس لو طالوا عنك لو طالوا عنك ياخدوها ياخدوها. وعمرك ما هتجري ما هتجري. اخطف 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 واجري. قد ما تقدر اخطف 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 واجري. اخطف 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 واجري. اخطف قد ما تقدر اخطف 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 واجري. زي غير من الناس؟ لا انت مش زيهم. التانيين دول انا بالنسبه لهم مجرد جسد، جسم ميت، وهم زي الكلاب بينهشوا فيه. لكن انت انا ايه؟ مش قد المقام ولا علشان على قد حالي؟ هتفعلك زي ما بيدفعولك. مش كل حاجه عندكم بالتمن؟ الفلوس ايه؟ خدي كل اللي انت عايزاه، كل اللي عايزاه. لا انا عايزك انت زي ما انت. عايزه محمود، مش عايزه اشوف عينك نفس النظره اللي بشوفها في عيون كل الناس اللي حواليا. انا معاك، بحس ان انا نضيفه. ما تحرمنيش من الاحساس ده. كدابه، كلكم كدابين. الشرف والنظافه كلام بيتقال على لسان بس، مش من قلوبكم، وفي الاخر كلكم بتقلعوا. لا اضربني اقتلني، لكن انت لا، انت لا لا. لو ما كنتش حرمة كنت قتلتك. محمود طلعت. نرجس اتصلت بيا من نيابة. مديحة انتحرت ونقلوها القصر العين. الأنسة مديحة حالتها ازيها؟ ربنا يستر، حالتها خطر قوي. انت جاي هنا ليه؟ عاوز تخلص عليها ولا جاي تتقبل العزا؟ البنت بتموت، مديحه خلاص راحت، وانت السبب. حرام عليك، مالكش اخوات. روح يا شيخ، منك لله منك لله منك لله. هتغيب كتير في البلد؟ مش عارف،
يمكن اقعد على طول. انا عرفت قوي يا طلحت. لا يا محمود، ما تبنيش حكمك على الغلط وما تظلمش كل الناس. قصدك ايه؟ قصدي ان دي دنيا يا ابو حنفي، فيها الوحش وفيها الكويس، فيها اللي يندب بعواطفه ويغرق، فيها اللي يدوس على عواطفه وبرضه يغرق. يعني مفيش فايده، مفيش حل. الحل هنا، ربنا ادالنا ده عشان نميز بيه ونوازن بيه ونعرف الصح من الغلط. صح يا ولد عمي. صح. اشوف وشك بخير. على فكره يا محمود، انت لازم ترجع اول الشهر اللي جاي. ليه بس طلع؟ عيد ميلادي؟ كل سنه وانا طيب. مفيش داعي اجيب فراخ معاك، الجمعيه مليانه. تاني.